السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. وصفة لتطويل الشعر. تحلم جميع الفتيات والسيدات بالحصول على شعر جذاب ولامع، كما يحلمن بالحصول على شعر طويل، حيث إن سر جمال الشعر منذ قديم الزمان يكمن في طوله. لذا نجدهن يبحثن عن طرق تطويل الشعر باستخدام المواد الطبيعية المنزلية والتي تساعد على إكساب الشعر الحيوية والجاذبية بطريقة آمنة، ولكن هذه الطرق تحتاج إلى صبر، وذلك من أجل الحصول على النتيجة المثلى بالحصول على شعر طويل وصحي بشكل طبيعي. كما يجب العلم بأن هناك عدة عوامل يعتمد عليها نمو الشعر، كالعمر ونوعية الشعر والصحة العامة للشخص، فلا ينمو الشعر عند الجميع بنفس المستوى، وإنما يعتمد نموه على العوامل المذكورة وغيرها. أما بالنسبة لعوامل نمو الشعر فهذه هي العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها نمو الشعر، والتي تختلف من شخص إلى آخر، فالعمر ونوع الشعر والصحة العامة للشخص والوراثة وتغيير في الهرمونات، التوتر يؤثر كذلك، الإصابة بأمراض معينة، نقص التغذية وتناول بعض أنواع العلاجات، فبعض الأدوية تؤثر في نمو الشعر بصفة طبيعية. أما بالنسبة للوصفات الطبيعية لتطويل الشعر بسرعة فنذكر لكم الوصفة الأولى، البيض وزيت الخروع. للحصول على شعر صحي ولامع وناعم ولزيادة نمو الشعر هناك هذه الطريقة التي تتكون من ثلاث مكونات. فالمكون الأول هو البيض، نحتاج إلى بيضة واحدة وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وكذلك ملعقة صغيرة من الخل. طريقة التحضير، توضع جميع المكونات في وعاء، البيضة وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل، ونضعهم في وعاء ونخلطهم جيدا حتى الحصول على خليط متجانس، ويتم ذلك فروة الرأس بهذا الخليط ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء البارد، ونتابع هذه الطريقة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. الوصفة الثانية، وصفة البصل والعسل. فلزيادة نمو الشعر وترطيبه نحتاج إلى بصل، والبصل يحفز نمو بصيلات الشعر. أما بالنسبة للعسل فيعمل على ترطيبه والوصفة كالتالي. المكونات، ثمرة كبيرة من البصل، ثلاث ملاعق كبيرة من العسل. طريقة التحضير، تقطع البصلة وتعصر ويستخدم عصيرها ويحفظ في علبة محكمة الإغلاق. يوضع عصير البصل على فروة الرأس وتدلك فروة الرأس مع العسل ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر. تكرر هذه الوصفة يوميا لمدة شهر من أجل الحصول على نتائج جيدة. في الختام، إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ونشر الفيديو مع أصدقائكم كي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية الله.